فعليا كنا نتحدث عن يوم هادئ نسبيا بمنطقة البقاع، ولكن ليس هناك أي هدوء نسبي بطبيعة الحال في خلال الساعات. لا يمكن أن نقول أنه يمكن أن يمر يوم واحد بدون أي غارات، وفي واقع الحال غارتين على منطقة مشغرة بالبقاع الغربي على ما يبدو قبل قليل تم تسجيلهما. فعليا المعلومات أنه الغارات الإسرائيلية استهدفت أطراف هذه البلدة، استهدفت هي في وقت سابق، وكذلك أيضا بالبقاع الغربي كان في قبل قليل غارة كذلك على منطقة قلية في البقاع الغربي أو هذه البلدة، والغارة أوقعت بالفعل قتيلين ضحيتين بعد حدوثها. بالنسبة للبقاع الشمالي كان في غارة واحدة سجلت فعليا على منطقة قصرنبة، وتحديدا جرود هذه المنطقة غربية بعلبك مع منطقة بريتال، ولكن إلى حد الآن نتحدث عن طيران استطلاعي موجود بالسماء نسمعه في كل أنحاء البقاع، يشكو منه الجميع يعني فعليا، وخاصة كان قوي جدا في ساعات الليل وقريب جدا من المباني، الآن يعني نسمعه بين الفينة والأخرى خلال ساعات النهار. أيضا كنا يعني في جولة للاطلاع على وضع واقع المستشفيات في منطقة البقاع، نتحدث فعليا عن مستشفيات تستقبل جرحى إلى الآن، يمكنها ما زالت قادرة على استقبال جرحى، ولكن بنفس الوقت ليس لديها إمكانيات في حال ازدادت أعداد هؤلاء الجرحى. ونتحدث كذلك عن طواقم طبية تعمل في هذه المستشفيات باتوا هم من النازحين وباتوا هم من الجرحى كذلك. ففعليا الواقع والوضع معقد ومرتبط ببعضه بطبيعة الحال، يعني أي حتى فرق الصليب الأحمر التي تحدثنا معها هم من أبناء هذه المناطق، باتوا أيضا منهم من بات نازحا، منهم من قتل بالغارات الإسرائيلية. نفس الأمر بالنسبة للمستشفيات، ونفس الأمر بالنسبة للمنظمات الإنسانية على فكرة، يعني التقيت بمجموعة من الناس الذين يعملون مع منظمة الأمم المتحدة، هم نازحون يعني تساعدهم هذه المنظمات للانتقال إلى مناطق أكثر أمنا، ولكن أيضا هم باتوا من النازحين. هل ثمة أي استعدادات؟ لأن هذه الأعداد الكبيرة التي تتحدثين عنها يا لارا هي مرشحة للزيادة بازدياد عدد الغارات باتساع رقعة الحرب، هل ثمة أي تدابير من الجهات الرسمية حتى الآن ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تعمل في هذا الإطار، هي تضع خطط لوصول الأوضاع إلى ما هو أسوأ من ذلك لا قدر الله؟ يعني هناك استعدادات، اليوم كان في اجتماع وزاري موسع مثلا للتعاطي مع هذا الموضوع بشكل خاص، كان في تصريحات لوزير الداخلية بعد هذا الاجتماع. فعليا هم يتحدثون عن أن عدد المراكز بات العدد 1000 مركز حول لبنان لإيواء النازحين، وهم يعملون على تجهيز 200 مركز آخرين، ولكن أعداد النازحين تزداد كثيرا، بتنا نتحدث عن رقم يفوق 1,200,000، يعني نتحدث تقريبا عن ربع الشعب اللبناني بات نازحا الآن خارج مناطقه. ففعليا هناك مبادرات، هناك غرف عمليات حتى على مستوى المحافظات، الوزير أصلا وزير الداخلية تحدث عن المحافظات، عن دور المحافظين ودور البلديات في التعاطي مع مراكز النزوح وتأمين توزيع المساعدات، هناك دور كبير للصليب الأحمر كذلك في الحرص على توزيع مساعدات التي تأتي من المنظمات الإنسانية بشكل متوازن على مراكز الإيواء. هناك يعني عمل دؤوب يعني ليلا نهارا في هذا الإطار، ساعد التنظيم، ساعده موضوع أنه كان في خاصة بمنطقة البقاع نزوح سوري كبير بالسنوات الماضية، ما أدى كذلك إلى التعاطي معه، وبالتالي المنظمات الإنسانية هنا موجودة منذ سنوات طويلة، تعمل في المنطقة منذ سنوات طويلة، ويمكنها تأمين يعني على الأقل الحاجيات الأساسية، ولكن ما زلنا نتحدث عن مشاكل كبيرة موجودة، وبدأنا نتحدث عن مشاكل صحية صارت موجودة بين الناس، مثلا انتشار القمل بين الأطفال، إلى جانب كذلك غياب المياه الساخنة ببعض المدارس للاستحمام. هذا الأمر أيضا يثير القلق، ومن هنا كذلك بدأ الحديث عن حملات للقاحات لتلقيح الأطفال والناس لتفادي أي إمكانية لانتشار أوبئة أو أمراض جديدة.